الناس هذا الموسم مركزين في الدوري على اللعيبة الكبار، بس ترى أزعم أنه هذا واحد من أعظم الدوريات في السنوات، خلينا نقول العشرة الأخيرة إذا ما كان أكثر، اللي فيه كمية مدربين على أعلى مستوى وذكاء. يعني اليوم مباراة الاتفاق والفتح محاضرة في من اللاعبين ومن المدربين، انضباط اللاعبين وتشربهم طريقة المدرب، وأيضا من المدربين وطريقة اللعب اللي تغير فيها شكل الفتح، تغير فيها شكل الاتفاق. طبعا والشيخ اللي قاعد أنا يعني معجب فيه من سنوات، والسنة دي صراحة مكسر الدنيا، شاموسكا مع التعاون مسوي شغل مو طبيعي. التعاون تتفرج عليه وتستمتع بالمباراة، فايز خسران متعادل، مع أنه دايما فايز، بس تابع مباراة التعاون مزاجي كيفك المدرب بصراحة. ويعني مش بس الأندية الجماهيرية اللي عندها مدربين، بالعكس في ثلاثة أو خمسة مدربين في الدوري بصراحة يستحقوا الالتفات، ويستحقوا أنك تشوف فرقهم ولعبهم وأدائهم وطريقتهم وأسلوبهم وشخصيتهم داخل الفريق. وهذا يحسب للإدارات اللي تارك المدربين يشتغلون. يعني شاموسكا واحد من المدربين اللي سلم الخيط والمخيط، لا تتدخل، اترك يدبر كل شيء وحتشوف فريق عظيم. وعشان كده التعاون منظومة ناجحة لسنوات طويلة، دائما التعاون منظومة ناجحة. راح نبدأ بتقرير مباراة التعاون والطائي التي انتهت تعاونية.